طيب دلوقتي تعالوا نروح لموضوع تاني، وهو موضوع مهم أو فقرة مهمة زي ما عودنا حضراتكم في صباح الخير يا مصر، وهي ملخص للي حصل في حلقات المسلسلات، ويمكن بنتكلم على 14 حلقة من مسلسلات رمضان حتى هذه اللحظة. تعالوا نشوف التفاصيل والأحداث الكتيرة اللي حصلت، ويعني إيه أهم ما جاء في هذه الحلقات الـ 14 من خلال التقرير التالي. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات الـ14 من مسلسلات رمضان. خلونا نبدأ بالحلقة 14 من مسلسل الاختيار. كشفت الحلقة عن اجتماع ما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة. جماعة الإخوان كشفت نفسها وأظهرت نواياها وأهدافها، دخلت في مواجهة عنيفة مع كل القوى الوطنية. كشفت كمان الحلقة اجتماع بين خيرت الشاطر وعصام الحداد وعنصر أجنبي بيكلموه عن إنشاء جيش خاص بجماعة الإخوان الإرهابية. وهنا قرر ضابط المخابرات العامة مروان العدوي يبعت رسالة للعنصر الأجنبي على تليفونه وهو قاعد في وسطيهم بصور لي وهو داخل علشان يقابلهم، وكتب له الضابط مروان في الرسالة: شكراً على حسن تعاونكم معنا، وده اللي خلاه يهرب من الاجتماع وهو بيجري وبيركب عربيته. بعد كده عرض المسلسل مشهد آخر من تسريب مقطع فيديو لعبد المنعم أبو الفتوح اللي عبر فيه عن فرحته باستبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل. أنا كنت أرى في حازم صلاح أبو إسماعيل هذا الإنسان المتدين الكذا، وصوله للسلطة كارثة. أنا قلت له الكلام ده سيادة اللواء، راجل متدين، قلت له توصلك للسلطة مصر يا ابني كارثة، إيه اللي بتعمله ده؟ هي مصر تستحمل الهباب اللي أنت بتعمله ده؟ إيه ده؟ بتعمل ايه؟ لكن للاسف كان ليه مناصرين وليه مؤيدين، وجت من عند ربنا. والله لا كنت اعرف ان امه ادرك ولا خالته ايه ولا اي حاجه. كمان شهدت الحلقه 14 من مسلسل العائدون حديث جمع ما بين صفوان اللي بيشتغل مع اصحاب تمويل تنظيم داعش حوالين فتاه صاله القمار، وحاول صفوان تلفيق تهمه ليها علشان يبعد الشبهات عنه. كمان استعرضت الحلقة نجاح خطة تدريب علاء اللي بيجسد دوره الفنان محمد عادل، واللي ناوية قوات الأمن المصرية تزرعه جوه داعش، وبيقوم بتدريب علاء الضابط عمر اللي بيجسد شخصيته النجم أمير كرارة من خلال تدريبات مكثفة، وخطة وصوله لداعش عن طريق تعريفه بمفتاح وصوله للتنظيم. امسك هي دي. دي موسوعة من الأزهر بيرد فيها على كل المفاهيم المغلوطة اللي اتبنى عليها داعش وبقية الجماعات التكفيرية. هتطلعها بالطريقة اللي اتفقنا عليها وتقراها وتخبيها في المكان اللي اتفقنا عليه، وأنا أبعت حد يسحبها ما تقلقش. وبدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بمحاولة شاب راكب موتوسيكل في إنه يخطف الشنطة من فاتن اللي فيها المليون جنيه، لكنها سيطرت على الموقف ووقعته على الأرض. وفي مشهد تاني راح شفيع لمركز استضافة المرأة وقابل رندا محامية المركز، وادالها عقد شقة علشان تديه لفاتن، وطلب منها تقول لها إن في رجل أعمال هو اللي منحها الشقة دي بدون ذكر اسمه. آدي العقود معاكم، توصلوها لفاتن بالطريقة اللي انتوا تشوفوها، المهم ما تعرفش إن أنا الداعم. الحلقة 14 من مسلسل الكبير قوي بدأت أحداثها بمرض العترة ابن الكبير، وجد دكتور ربيع عشان يكشف عليه عشان يعرف سبب تعبه، وهنا الكبير بيكتشف إن العترة مش مريض لكن في بنت في المدرسة بتتنمر عليه بسبب حجمه الكبير. علشان كده قرر الكبير يروح له المدرسة ويقابل الناظر، وطلب منه يحل الموضوع وينقل البنت من الفصل أو ينقل العترة، لكن الناظر بيبلغه إنه هيتدخل وهيوقف تنمر البنت على ابنه. وفي مشهد تاني قرر الكبير يجيب البنت عنده في الدوار وطلب منها ما تتعرضش لابنه، لكنها أصرت وبلغته إنها مش خايفة منه. أول مرة أعملك ده مع عائلة صغيرة، بس أنا أعمل أي حاجة عشان خاطر عيالي، كل العترة ده خط أحمر. بدأت الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا بسقوط والد سلمى خلال الاحتفال بعيد ميلاده ونقلوه على المستشفى، وهنا جلجل بيتمنى وفاته علشان سلمى ما تكتشفش إنه بيخدعها، في حين إن الطبيب بيبلغهم إنه اتصاب بشلل نصفي وفقد النطق وفترة علاجه هتكون طويلة. وهنا دخلت سلمى وجلجل لوالدها غرفة العناية المركزة ولقوه مش قادر يتكلم. جلجل بيرجع بيته وبيلاقي رؤى مستنياه وبتبلغه إنها ما حبتش غيره، وبتتعهد إنها هتخليه يبكي بسبب قهرتها على انتحار والدتها بسببه. أنا عمري ما حبيت ولا هحب حد غيرك في الدنيا دي كلها. أنا بقول كده برضه. بس ورحمة أمي يا جلال يا ابن محاسن،
لندمك بحق عليا اللي حمرت من كتر العيات والقهرة دي. الحلقة 14 من مسلسل المشوار شهدت حقيقة العلاقة العاطفية القديمة اللي كانت بتربط ما بين ماهر بصديقة زوجته عزة، وهنا ماهر لام علي على عزة بسبب معاملتها القاسية معاه قدام زوجته ورد، وقال لها أنا ما أكبرتكيش على حاجة ونسيني زي ما نسيتك، وهنا ردت عليه وقالت له أنا أصعب حاجة عملتها في حياتي ولسه بعملها لحد دلوقتي إني بحاول أنسى إن كنت أختي وصاحبتي وأقرب واحدة ليا في الدنيا كلها، وأنت أكتر واحد عارف ده يا مان. وردة دي مراتي، يعني لا تحبها أكتر ما بحبها ولا ترعاها أكتر ما برعيها. وفي الحلقة 14 من مسلسل راجعين يا هوا بيعيش بليغ أبو الهنا مجموعة من الأزمات في وقت واحد، وبيلاقي نفسه مضطر إنه يتبع أساليب تانية للحصول على حقه من أولاد أخوه، وفي الوقت نفسه بيدور على الحقيقة ورا موتهم. بليغ قرر يقابل رؤوف علشان يعرف بعض الإجابات منه عن حادثة أخوه، لكن رؤوف ما ادالوش أي إجابة وعرض على بليغ إنه يساعده يرجع حقه. عندي سؤال هو مش استجواب. فرمل العربية يوم حادثة إخواتي كانت سايبة زي ما بلال الرشيدي قال لي؟ بلال يقول اللي هو عايزه، تقرير الفحص الفني ما بيقولش كده.